أما الخلل في البناء، أطراف البناء أيضا لم تدعم من قلبها وكطرف بائتلاف واحد مع خميس الخنجر، ما دعمت مرشح خميس. مو المرشحة مو زينة، هذا كله كذب، لأنه خميس أنت اللي تفضلت فيه. السبب لا إقليمي ولا دولي ولا مأزمة، السبب هو الفساد. هناك شخصيات متهمة، لا زالت متهمة، مش مدانة، عندي مدانة بس في لغة القضاء، متهمة بأنه إذا خميس الخنجر مشى بوزارة التربية راح يفتح ملفات مصخمة ملطمة ضد من لا يريد له أن ينجح في وزارته. أنا كنت طرف طلب مني هذا الموضوع. أخي احشو يا خميس صدقك، احشو يا، احنا ندفع المرشحة أيوة. بس لا يفتح لنا مسائل قديمة. نعم أنا رفضت تقوم بهش وساطة، جيت أبكي أصلا، مو الملفات كلش مكشوفة. أي وزير بي عنده 10% من الشرف ما يسكت عليها في وزارة التربية. لا، تاريخ وزارة التربية تاريخ مخترق، وليس بشرط أن يكون مخترق من الوزير. لا، وقال لهم ما أكذب عليكم، أول ما أجي أفتح الملفات، قال لهم أول شغلة للوزير اللي أنا أكلفه وينجح افتح ملفات. أصلا عرفه مو رأي أطرح له إياه. إحنا كنا ببيت وزير أيضا، وفوجئ الوزير أن في بيته يطرح هذا. من سمعت قومت فتحت الشباك، قلت له أدى تنفس راح أموت. يقدر واحد يجي يواقحني بهذه الطريقة؟ يقول لي أخي خلنا نجمعهم، هو يجيبون يأيدوا بس لا يفتح مشاكل، يستفيدون كما كان. قلت له راح أموت، قلت لي أكسجين الله يشهد. فأنا ما حب، مو جيت الخميس أقول له شنو رأيك هيك تسوي؟ قلت له هيك صار،